شفت اللي حصل؟ حصل ايه؟ انت ولا على بالك هتنام ولا كأن حاجة حصلت؟ خير يا جبرية؟ منين الخير؟ وانا مش ههدى الا ما تروح على دار العمدة دي وتهدها وتسويها بالارض عشان تاني مرة يتعلم يبقى يجي بالغفر بتوعه يهددونا ويخلوا اللي ميسر يتفرج علينا. اسكتي اسكتي. لا مش هسكت الا ما اعرف انت ناوي على ايه وايه اللي في دماغك انا معرفهوش. كمني فيه ريحة عفشة كده مش عجباني. الريحة العفشة دي طالعة من حنكك يا جبرية. دلوك كلامي مش لدد عليك. انا جاي من السفر تعبان ومش قادر افتح عينيا. سلامتك. وايه اللي تعبك يا نني عيني من جوا؟ ولا تكونش فاكر اني قاعده هنه ودني من طين وودني من عجين وعينيا مقفله؟ لا يا حبيبي، انا عارفه انت بتسافر مصر تعمل ايه. ريحتها العفشه عاد طافحه من خلقاتك وانا اللي بنضفها لك. اتجننت يا بت؟ اتجننت من ساعه ما حسيت انك بتنزل مصر تتسربح. لينا ايه في مصر تنزل له بالايام؟ قول لك ايه؟ عايز تعرف اللي هي ايه في مصر؟ اللي هي كتير يا جبرية. ليا مرة وعلى ذمتي مش بس كده، وحبل مني كمان. ايوه زي القمر، حلوة وصغيرة مش عارف ازاي تبسط جوزها. لما بغيب عنها ببقى عايز ارجع لها تاني. وانا معاك على السرير ده ما بفكرش الا فيها، وانا عايز ارجع لها هي يا عفشه.